مختلف الهيئات الجهوية بمناسبة حلول الذكرى الغالية على الوطن. إنني أسجل اليوم باعتزاز كبير استحداث مصلحة مركزية ذات امتداد هيكلي وطني من مهامها الأساسية مكافحة الجريمة المنظمة في طبعة جديدة تتوافق كلياً مع مضمون الاتفاقيات الدولية والتي كانت الجزائر من موقعها كقلعة للأمن والسلامة سباقة للمصادقة عليها نظراً لما احتوته من أهداف تصب في مجملها في حماية الأشخاص واقتصاد الدول. ستتولى هذه المصلحة مهمة مباشرة التحريات في قضايا الإجرام المنظم والإرهاب والأعمال الهدامة بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين في الميدان، كما تطلع بمهمة مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي إلى جانب باقي المصالح المتخصصة الوطنية الأخرى على غرار الديوان المركزي لقمع الفساد والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وكذا خلية الاستعلام المالي.